راح نبدا بتوبيك 2 اللي هو موضوعه اكيورينج انفورميشن سيستمز اند ابلكيشنز، عن تطوير البرمجيات، وهي راح تكون وحده مقدمه عن السوفت وير انجينيرنج. راح نحكي فيها اشياء اساسيه، وفي عندنا نحن في قسمنا مساق اللي هو مساق السوفت وير انجينيرنج، راح تاخذوا امور كثيره بالتفصيل. هذا للطلاب الاي تي، للطلاب الاي اس عفوا، وما بعرف اذا في اقسام ثانيه من كليتنا ممكن هذا المساق يكون عليهم اجباري. لان اول شيء عندنا هون تشابتر اوتلاين، يعني خطوط عامه في هي الوحده، الليرنينج اوبجكتيفز، ايش الان الاوبجكتيفز او الاهداف اللي مطلوب تكون موجوده عند الطالب بعد ما ياخذ هي الوحده. اوكي، الان بلانينج اوف اند جاستيفاينج اي تي ابلكيشن. Organizations must analyze the need for IT application. لأن أي مؤسسة أو أي شركة مطلوب تعمل تحليل لحاجتها من الاي تي، إيش هي الآن بحاجة ل سوفتوير، وإيش بحاجة ل هاردوير، إيش بحاجة ل انفرا يعني ستراكشر إلى آخره. فأي مؤسسة الآن تعمل تحليل، بتعمل أناليسز، هي الآن شو بحاجة لأبليكيشنز، بحيث عشان بعد فترة إنها تقدر إنها تدبرهم بطريقة إمها بتصمم هاي البرمجيات، أو إنها بتشتريها من برا، أو إنها بتحصل عليها بطريقة مجانية إلى آخره. Each IT application must be justified in terms of costs and benefit. الآن كل IT applications لابد إنه نحن نعمل إله تحليل ونشيك عليه من ناحية الكوست ومن ناحية البنفيت. من ناحية الكوست ومن ناحية البنفيت، يعني لما تكون عندك مؤسسة، هي المؤسسة بحاجة لأبليكيشن، بحاجة لتطبيقات. فالآن هم بيعملوا تحليل إنه هم شو بحاجة لأبليكيشن، شو بحاجة لسوفتوير، وبشوفوا الآن لو هم حصلوا على هذول الأبليكيشن اللي هم الآن بحاجتهم، يا ترى إيش راح يجي لهم بنفيت، إيش راح يجي لهم مزايا، إيش راح يجي لهم فوائد، فائدة من ناحية فائدة مادية أو فائدة من ناحية أخرى. فهم الآن بيعملوا يعني بيعملوا مقارنة، إنه بيحاولوا يجيبوا السوفتوير، بيحاولوا يدبروا الابليكيشنز اللي هم بحاجتها، واللي بتزيد من البنفيتس اللي عندهم، بتزيد من البنفيت وبتزيد من من الأرباح اللي عندهم. لأنه أي مؤسسة غالباً لما تجيب ابليكيشن أو تجيب السوفتوير، يعني في حالات كثيرة هي راح تدفع مصاري، يعني راح تكون في كلفة، سواء راح يقوموا بشرائه او راح يعملوا له استئجار، او انه راح يطلبوا من شركه اخرى ان هي تصمم البرمجيات لهم. فيعني غالبا راح يكون في كوست، راح يكون في ثمن. فهذا الكوست الشركه لما تدفعه هي بدها تتوقع مقابله ربح، بدها تتوقع مقابله بنفيت او عائد. لانه الشركه الان اذا بتصمم يا برمجيات بتطور يا برمجياتها وما في بنفيت لهم، فهم الآن ليش عم يصمموهم وليش عم يجيبوا هدول البرمجيات؟ فبالتالي في بدهم الآن يعملوا موازنة ما بين الكوست ما بين البنفيت، بحيث يجيبوا السوفتوير والابليكيشنز اللي الكوست لها مقبول بالنسبة لهم، ويحصلهم أو يعطيهم أعلى بنفيت، ويعطيهم أعلى بنفيت. لأنهم لو جابوا السوفتوير الكوست له عالي وما حصلوا على البنفيتس المطلوبة منه، بالحالة هاي راح يكونوا هم كأنهم عم بيخسروا، راح يكونوا كأنهم عم بيخسروا. فلا بد يكون في عملية موازنة ما بين الكوست ما بين البنفيتس للابليكيشن. الآن هون راح ننتقل نحن لمصطلح آخر، هو the application portfolio is a prioritized list of both existing and potential IT applications of a company. Priority تعرفوا معناها عبارة عن الأولويات، إشي إله أولوية. فهون الآن application portfolio هي عبارة عن قائمة مرتبة حسب الأولويات بال existing and potential IT application. شو حاجة الشركة للapplications الحالية والمستقبلية؟ فapplication portfolio هي عبارة عن قائمة، عبارة عن list. هي القائمة تحتوي على حاجتهم للابليكيشن وللسوفتوير، مرتبة حسب الأولوية، حسب
الأولوية وحسب الأهمية. السوفتوير أو الأبليكيشن اللي هم مهم جدا لإلهم له أولوية عالية، هذا بيحطوه أول خيار عندهم، بحيث أول ما يتوفر عندهم ميزانية أو أول ما يتوفر عندهم إمكانية إنهم يشتروه أو يطوروه أو يطلبوا من شركة يعني خارجية إن تقوم بتطويره، فورا بيطلبوه. ومرتبين الابليكيشن حسب الأولوية من أكثر أولوية إلى الأقل أولوية. أكيد الآن الشركة ما راح تجيب سوفتوير يعني ما إله أولوية عالية لإلهم، ما إله أهمية عالية لإلهم، قبل سوفتوير مهم جدا وإله أولوية عالية. فبالتالي هذا هو الابليكيشن يا بورتفوليو، هو عبارة عن قائمة أو عبارة عن ليست مرتبة، عبارة عن قائمة تحتوي على حاجتهم من الابليكيشن، حاجتهم الحالية والمستقبلية للابليكيشن، ومرتبين حسب الأولويات من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية، أو من الأكثر أولوية إلى الأقل أولوية. فهذا هو الابليكيشن بورتفوليو، هذا هو المصطلح. طيب شباب، حد عنده أي سؤال هنا؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب اوكي، الان عندنا strategies for acquiring IT application. الان في عندنا عده طرق انه الشركه او المؤسسه تحصل على السوفتوير، انها تحصل على السوفتوير او تجيب السوفتوير او الابلكيشن. فاول اسلوب، اول اسلوب فيهم اللي هو buy the applications، اللي هي off the shelf approach، انه الشركه تشتري الابلكيشن، انها تشتري، رح نحكي عنه هذا. طيب الأسلوب رقم 2 lease the application. lease معناها استئجار، استئجار إنه الشركة تستأجر الابليكيشن لمدة نص سنة أو لسنة أو لست أشهر إلى آخره، وبتدفع أجرة شهرية أو سنوية مقابل إنها تستخدم هذا الابليكيشن. الآن في طريقة ثالثة اللي هي use open source software، يستخدموا برامج مفتوحة المصدر، يستخدموا برامج مفتوحة المصدر open source software. طريقة رقم 4 developing the application in-house. طريقة رقم 4 اللي هي انه الشركة تقوم بتطوير برمجياتها، الشركة تقوم بتطوير برمجياتها developing the application in-house. واخر اسلوب اللي هو software as service، اللي هي SaaS software as service، إن يكون السوفتوير زي عبارة عن خدمة. يعني مثال على ذلك موضوع الكلاود كومبيوتينج أو موضوع الكلاود، إن يكون السوفتوير موجود عند شركة خارجية، والشركة بتاعتنا بيكون فيها مجموعة أجهزة يعني تيرمينالز، فبيعملوا أكسس على الشركة الخارجية وبيقدروا إنهم يستخدموا خدماتهم، سواء السوفتوير أو خدمات تانية، خدمات التخزين، خدمات الباكاب إلى آخره. الآن هذول هم 4-5 طرق إنه الشركة بتقدر تدبر السوفتوير فيهم أو إنها يعني تحصل على السوفتوير فيهم. أول أسلوب اللي هو buy the application، إنه الشركة تنزل على السوق وتطلب إنها تشتري الابليكيشن. الابليكيشن يكون موجود، إنه الابليكيشن يكون موجود. زي انت الان مثلا اذا بدك تدور على ابلكيشن معين، تنزل على محلات الكمبيوتر، بتجيب لك مثلا انتي فايروس اصلي، او بتجيب لك ويندوز اصلي، او بتجيب لك مثلا برنامج الاوتوكاد او برامج يعني 3 دي ماكس الى اخره. تنزل على السوق بتلاقي البرنامج الاصلي، بتدفع ثمنه $10، $15، $20 الى اخره. نفس الشيء الان اذا انا بحكي عن اورجانيزيشن، في شركات بتقوم بتطوير برمجيات مختصه في موضوع الفاينانس، موضوع الاكاونتنج، موضوع الماركتنج. فالشركه اذا بحاجه لبرامج معينه في بالفاينانس بتدور عليهم، بتلاقي برامج جاهزه وبتقوم بشراء هذا البرنامج ب 10,000 20,000 30,000 دولار، وممكن الرقم يصير اعلى من هيك. الآن مثال على ذلك، الجامعة مثلاً تشتري برامج أصلية،
ففي عندنا برنامج هو النت سبورت سكول، هذا البرنامج موجود على جميع مختبراتنا نحن، يعني على مختبرات الاي تي، بيقدر عبره المدرس المختبر او الدكتور انه يتحكم باجهزه الطلاب، انه يعمل لك لهم، يمنع الانترنت عنهم، انه يودي له ملفات، انه يستقبل ملفات، وبيقدر انه يعطي محاضره عبرهم. لان هذا البرنامج انا متذكر الجامعه حصلته من فتره، يعني من سنوات، ودفعت مبلغ 20 او 30 الف دينار، وفاد الجامعه بشكل كبير جدا. فالان هون الجامعه اشترت هذا البرنامج اللي هي باي ذا ابلكيشن. ممكن يكون الابلكيشن شيء بسيط، ممكن يكون برنامج معقد كثير. الان هاي اول اسلوب ممكن الشركه انها تحصل على السوفت وير، انها تحصل على السوفت وير، انها تقوم يعني ايش بشرائه. النقطه الثانيه او الطريقه الثانيه هي ليز ذا ابلكيشن، انه الشركه تقوم باستئجار التطبيق، انها ما راح تشتري شراء. الطريقه الاولانيه انها بتشتري الابلكيشن، يعني تدفع ثمنه مره واحده وبعد هيك خلص ما في كلف يعني للتطبيق، خلص بصير يعني الابلكيشن عند الشركه، وهي بتقدر انها تستعمله سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه الى ما شاء الله. اما الليز الان هون اللي هي الاستئجار، انه الشركه تقوم باستئجار التطبيق وتدفع اجره شهريه او سنويه او كل ثلاث اشهر الى اخره. الان في بعض البرامج بيقدر فيها الواحد انه يصمم العاب الكمبيوتر، انه يصمم فيها الكمبيوتر جيمز، والله نسيت اسم البرنامج. هذا الان البرنامج مجاني، لكن اذا انت بدك فيتشرز اضافيه، بدك تدفع لهم اجره بالشهر، ناس الرقم 30 او 40 دولار كل شهر، بدك تدفع لهم هذا المبلغ عشان تحصل على بعض الفيتشرز. واذا انت ما دفعت هي الاجره بيعملوا بلوك عليه، بيعملوا بلوك على الـ على الـ على الفيتشرز هي. فهون الان هذا مثال على الليز، والليز طبعا قد تكون كلفته اقل من الباي، انه الشركه لما الان تقوم باستئجار ابلكيشن ممكن تكون كلفته اقل من انه الشركه يعني يقوم بشراء الابلكيشن. والليز الان طبعا هذا الشيء حسب الشركه وحسب حاجتها، لانه ممكن شركه الان تحتاج سوفت وير مثلا لفتره 6 اشهر فقط، انه الشركه تكون بحاجه لسوفت وير لفتره 6 اشهر، فهي بتحكي انا الان ليش اني ادفع ثمن السوفت وير واشتري مع انه انا بحاجته لفتره قليله. فبالتالي هم بالحاله هاي بلجأوا الى الاستئجار، انهم يستاجروا التطبيق لفتره معينه ويعني يستخدموه، بعد هيك خلاص ما بطلوا بحاجه للابلكيشن. وفي شركات ثانيه بيحكوا لك انا بدل ما ابيع التطبيقات، لا انا بعمل عمليه تاجير، انه انا باجر التطبيقات وبحاول انه اخلي عدد كبير من اليوزرز يطلبوا للتطبيق، فبالتالي بتحصل على ارباح. طيب الان الطريقه الثالثه اللي هي يوز اوبن سورس سوفت وير، انه الشركه تقوم باستخدام برامج مفتوحه المصدر، الاوبن سورس سوفت وير. الاوبن سورس الان بلش السوق تبعه يزداد. في عندنا مجموعه سيستمز، مجموعه اوبريتنج سيستمز، عندنا مجموعه ابلكيشن، تطبيقات الان عم تزيد اللي هي عم تعتمد على مبدا الاوبن سورس سوفت وير، برامج مفتوحه المصدر. طبعا هذا الشيء مجاني، لما تحكي انت عن اوبن سورس سوفت وير هذا بيكون مجاني، لانه اوبن سورس، لانه مفتوح المصدر. الشركه بتقدر تدور على اوبن سورس سوفت وير وتستخدمهم، لكن الكفاءه لهم هلا ممكن ما تكون الكفاءه اللي انت متوقعها في بعض المجالات، قد ما تكون كفاءة انت متوقعها في بعض المجالات. يعني الان في مجموعه يعني اورجانيزيشن بيقدموا لك اوبن سورس سوفت وير، برامج للشركات بتعالج امور المحاسبه والماليه والتسويق الى اخره، لكن بحكوا لك عندنا الان فيتشرز اضافيه، عندنا ميزات اضافيه، اذا بدك الفيتشرز الاضافيه راح نعطيك الاوبن سورس سوفت وير مجاني، إضافة إلى ذلك بدك تضطر تعمل ليز، إنك تستأجر الأشياء الإضافية اللي عندنا. فهذا الإشي موجود
وبعض الشركات عم بتتبعوا. الأوبن سورس سوفت وير، طيب حدا بيقدر يعطينا مثال على أوبن سورس سوفت وير لو بشكل عام، مثال على برامج مفتوحة المصدر؟ من الأندرويد. تمام، زي برنامج الأندرويد، الأندرويد يعتبر أوبن سورس، أوبن سورس أندرويد، الأندرويد تمام. الآن برامج الأندرويد اللي هو كأوبريتنج سيستم يعني للتليفونات، هذا يعتبر أوبن سورس، أي شركة بتقدر إنها تستخدمه وتقدر إنها تطوره، فهو عبارة عن برنامج مفتوح المصدر. مايكروسوفت. المايكروسوفت؟ آه. لا لا، المايكروسوفت مش يعتبر أوبن سورس. لا، المايكروسوفت إذا واحد الآن بده يبحث عنه ويحصل عليه بده يدفع ثمنه، لأنه هو عبارة عن مش أوبن سورس، هو تابع لشركة مايكروسوفت، فأنت بالحالة بدك تعمل باي ذا أبليكيشن. الآن أنظمة اختار لي لينكس كمان عندنا. تمام، نظام ال open source. لينكس الآن كمان يعتبر open source، وأصلاً الأندرويد هو مبني بناء على لينكس، مبني بناء على لينكس، واللينكس هو مبني بناء على نظام يونكس، نظام اليونكس. أوكي طيب، الآن هذا هو النوع الثالث اللي هو الـ open source software، برامج مفتوحة المصدر مجانية، كلفتها قليلة جدا، لكن الجودة تاعتها في بعض التطبيقات يمكن ما تكون الجودة اللي بدك إياها. طيب الآن الخطوة أو الطريقة رقم 4، developing the application in-house، إنه الشركة تقوم بتطوير البرمجيات بنفسها، إنه الشركة تقوم بتطوير البرمجيات بنفسها. هون الآن لما نحكي نحن عن شركة بتقوم بتطوير برمجيات، يعني شركة بيكون عندهم قسم IT، شركة بيكون عندهم قسم IT، وهي الشركة الآن تكون بحاجة لسوفتوير معين، فبالتالي بطلبوا من القسم تبعهم، قسم IT، إنه طورورنا برنامج أو تقوموا بتطوير أبليكيشن في المواصفات الآتية 1 2 3 4 5. مثال على ذلك الآن الجامعة عندنا، الجامعة تعتبر organization، تعتبر مؤسسة. الجامعة فيها قسم مركز الحاسب، فيها قسم مركز الحاسب، هذا القسم مسؤول عن إدارة الابليكيشن والسوفتوير الموجودة بالجامعة، هو الآن بيعمل maintenance إلها، صيانة، أحياناً هو بيطورها، فممكن الآن الجامعة تحتاج ابليكيشن، فبدال ما الجامعة تقوم بشراء التطبيق من برا أو تقوم ب يعني كاستئجاره وتدفع كلفة، ممكن الجامعة الآن تحكي لمركز الحاسب اللي عندها إنه قوموا بتطوير الابليكيشن أو صووا لنا هذا الابليكيشن، وبيعطوهم إيش هي المواصفات، فالمركز بيقوم بتطوير الابليكيشن، وطبعا بيكون بكلف قليله جدا، لانه غالبيه الناس اللي عم يشتغلوا فيه عباره عن موظفين جامعه، يعني هم عم ياخذوا رواتب من الجامعه، فليش ما يشتغلوا وليش ما يقوموا بتطوير التطبيقات اللي بحاجتها الجامعه؟ فبالتالي هذا هو مثال على developing the application in house. لكن لما يكون الشركه في عندها قسم IT، هذا الشيء جيد. يعني الان مثلا زي شركات الاتصالات، شركه امنيه او شركه موبايل كوم او شركه اورانج، سوري، او امنيه او زين الى اخره، كل واحده فيهم عندها قسم IT، وعندهم قسم IT ضخم، واظن هم بيطوروا بعض التطبيقات اللي هم بحاجتها، سواء شركه امنيه او شركه زين او شركه اورانج. لكن لما تحكي انت الان عن مؤسسه او عن شركه زي شركه الاتصالات وعندهم قسم IT وبيطوروا بعض برمجياتهم بهذا القسم تبعهم، لان هذا القسم تبعهم ما راح يكون جوده التطبيقات اللي عنده زي جوده التطبيقات اللي راح تقوم بشرائها من برا. لما الشركه الان تطلب سوفت وير من برا، سواء تقوم بشرائه او باستئجاره، هي الآن عم تحصل عليه من شركة عالمية مختصة بالتطويرات، عفواً مختصة بالبرمجيات، فبالتالي غالباً ممكن لما تقوم بشراء أبليكيشن أو تقوم باستئجاره
بتكون الجودة للأبليكيشن والإفيشنسي لإله أفضل وأحسن من إنه الشركة تطور التطبيق عندها. غالباً بيكون أفضل وأحسن غالباً، لكن في حالات تانية لا. لكن بالخطوة رقم أربعة أو بالطريقة رقم أربعة رح تكون الكلفة قليلة، هنا رح تكون الكلفة قليلة لأنه المركز أو القسم هذا بيكون تابع للشركة وهو الآن بيقوم بتطوير البرمجيات، ومدير الشركة ممكن يعطيهم علاوات، يعطيهم زيادة 200-300-400 دينار، لكن طورون هذا السوفتوير فكلفته بتكون قليلة، لكن غالبا ما بتكون الجودة تبعته يعني الكواليتي تبعته زي الكواليتي إنه الشركة تقوم بشراء السوفتوير من برا أو يعني استئجاره من برا. فهذا هو الطريقة رقم أربعة developing the application in house. الطريقة رقم خمسة software as service a method of delivering software in which a vendor hosts the application and provides them as a service to customers over a network typically the internet. السوفتوير as service مثال عليها الكلاود كومبيوتينج، مثال عليها خدمات الكلاود، خدمات الكلاود إنه الشركة بحاجة لتطبيقات معينة، بحاجة لأبليكيشن معينة، فبتتفق مع شركة تانية بتقدم خدمة الكلاود كومبيوتينج بحيث إنه هذيك الشركة التانية بيقدمونا السوفتوير أو بيقدمونا الأبليكيشن عبر الإنترنت، وشركتنا نحنا ما بننزل عليها السوفتوير، لا شركتنا بيكون عندهم أجهزة بنسميها يعني تيرمينالز، عبارة عن بي سي بسيط جدا ما بنزل عليه كثير يا تطبيقات، لكن عن طريق الإنترنت بيقدر يشتغل على البرامج اللي هي بنسميها البرامج السحابية اللي هي الكلاود كومبيوتينج. فهذا مثال على السوفتوير أس سيرفيس، هو الآن موجود وعم بنتشر. الآن أنت كثير من الخدمات اللي بتقوم فيها بالهاتف، لما أنت الآن يكون عندك تليفون أندرويد مثلا وتعمل باك اب للداتا اللي عندك، تعمل باك اب مثلا للكونتاكت، تعمل باك اب مثلا للواتساب او لبعض البرامج او لبعض الداتا اللي عندك، هذا الـ هذا الـ يعني هذا الباك اب بيكون وين؟ بيكون على الكلاود، بيكون على الكلاود او مثلا بيكون على الجوجل يعني درايف. فانت الان هنا عم تخزن بياناتك بسموها عن طريق الكلاود كومبيوتينج، عن طريق الكلاود كومبيوتينج. الان في تطبيقات اخرى ما في داعي تنزل الابليكيشن عندك على الكمبيوتر، لا بتدخل على التطبيق اونلاين، يعني بتفوت على الانترنت، بتفوت على اكاونت لك على شركه معينه، بعد هيك بتقدر انك تستخدم التطبيقات اللي عندهم، تقدر انك تستخدم التطبيقات اللي عندهم بدون ما تكون نازله عندك. فهذا مثال على السوفتوير اس سيرفيس اللي هي من امثلتها الكلاود كومبيوتينج، من امثلتها الكلاود يعني كومبيوتينج. طيب هدول هم يا شباب خمس طرق تقدر أي شركة إنها تحصل على السوفتوير عبرهم، إما buy the application أو lease the application، use open source software، developing the application in-house، software as service. طيب الآن خليني أسأل أنا، طيب مين أقل كلفة ومين أعلى كلفة؟ مين أقل كلفة من الخمسة ومين أعلى كلفة من الخمس طرق؟ يمكن أقل كلفة إذا كان open source software. أها أقل كلفة إذا كان open source، تمام. طيب والأعلى كلفة؟ إنه يمكن إنك تعمل developing للapplication يعني من البداية. Developing the application in house. انت قصدك هنا كلفه من ناحيه وقت ولا من ناحيه الماني او المصاري؟ يعني الاثنين اتوقع، يعني هسه يمكن اذا عملت ليست ابلكيشن يمكن يكون لك من ناحيه مبلغ يكون ارخص. اوكي مبلغ ارخص، انت قصدك الليز. ايوه ابلكيشن. اوكي طيب الان اول شيء زميلكم حكى انه يوز اوبن سورس سوفت وير هو اقل كلفه، نعم إن تستخدم open source software هذا أقل كلفة مادية، أقل كلفة مادية لأنك هنا ما راح تدفع شيء. open source software ما راح تدفع شيء، open source software موجود أنت بس بتجيبه وبتستخدمه. هل دفعت ثمنه؟ لا ما دفع ثمنه، فهو الأقل كلفة، أقل كلفة مادية. الآن أعلى كلفة مادية زميلكم حكى developing the application in-house. الآن developing the application in-house
هي اعلى كلفه من ناحيه وقت، من ناحيه تايم، من ناحيه تايم، لانه تطوير المؤسسه لتطبيقاتها رح ياخذ وقت، رح ياخذ وقت، قد ياخذ شهر شهرين، قد ياخذ سنه حسب التطبيق وحسب الشركه وحسب همه الناس اللي فيها. فديفلوبينج ذا ابلكيشن ان هاوس هذا بياخذ وقت، هذا بياخذ وقت. بينما اول اسلوب التطبيق جاهز، بس الشركه بتدفع ثمنه وبتحصل عليه. فقديش اخذ منهم وقت؟ وقت قليل. باي ذا ابلكيشن هذا الوقت قليل جدا، كانهم يروحوا يشتروا الابلكيشن ويدفعوا ثمنه ويعني يحصلوا عليه، بياخذ فتره زمنيه قليله، لكن بكلفهم مصاري، بكلفهم يعني مصاري، وهو الاعلى كلفه، اعلى كلفه ماديه اللي هو باي ذا ابلكيشن. باي ذا ابلكيشن طبعا انا بحكي هلا بشكل عام، انا بحكي بشكل عام لانه في حالات معينه قد تكون مثلا يعني مش اعلى كلفه هي ماديه، لكن بشكل عام اعلى كلفه ماديه اللي هي باي ذا ابلكيشن، هذا اعلى كلفه ماديه. واعلى كلفه من ناحيه تايم، من ناحيه وقت، اللي هو ديفلوبينج ذا ابلكيشن ان هاوس، انه الشركه تقوم بتطوير برمجياتها، فبالتالي هذا راح ياخذ وقت منهم، هذا راح ياخذ وقت منهم. واقل كلفه ماديه راح تكون يوز اوبن سورس، اقل كلفه ماديه انهم يستخدموا الاوبن سورس، يستخدموا برامج مفتوحه المصدر. طيب اوكي، طيب الان طيب اذا حكينا عن الاوبن سورس سوفت وير هو الاقل كلفه ماديه، لكن ليش ما يلجأوا له الشركات كلهم؟ ليش ما يلجأوا للاوبن سورس؟ ليش عندنا خيارات ثانيه اللي هي باي وليز ديفلوبينج ابلكيشن ان هاوس سوفت وير اس سيرفيس، مع انه الباقي راح بكلفه الشركه من ناحيه ماديه، ليش ما يلجأوا كلهم للاوبن سورس؟ طيب يمكن لانه جوده الابلكيشن يمكن تكون اقل من باقي الخيارات. انت قصدك الجوده له ما تكون زي باقي الخيارات؟ ايوه. اوكي، ممكن انه الاوبن سورس سوفت وير في مجال معين ما تلاقي اوبن سورس سوفت وير بالجوده اللي بدك اياها، وتلاقي سوفت وير ثاني اذا انا بدي اقوم بشرائه راح تلاقي جودته عاليه جدا. اوكي، هذا الان يعني جواب. وفي جواب ثاني عندنا انه في مجالات معينه قد ما تجد اوبن سورس سوفت وير، احيانا قد ما تجد، يعني الشركه بدها ابلكيشن في مجال معين يمكن ما تلاقي الاوبن سورس، يمكن تلاقي اما الليز او الباي، فهي الان تضطر اما انها تعمل باي او تعمل ليز، فهي حسب الشيء المتوفر والموجود. مع انه الان سوق الاوبن سورس كل ماله عم بيزيد، كل ماله عم بيزيد، والبعض منهم عم بيحكي لك عندنا اوبن سورس سوفت وير لكن بدك اضافات، بدك زيادات، بدك تدفع مصاري اما كباي او كليز. طيب اوكي، طيب شباب حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ اوكي طيب خلينا ننتقل للسلايد اللي بعده. اوكي الان هون عندنا اوبريشن سوفت وير اس سيرفيس اللي حكينا عنها اللي اخر خيار. لاحظ معي الان في عندنا كاستمر A، كاستمر B، كاستمر C بتفاعلوا عبر الانترنت مع الابلكيشن، وكمان الابلكيشن بيخدم الكاستمر A وكاستمر B وكاستمر C. فلاحظ معي انه الابلكيشن او التطبيق او السوفت وير العملاء بتفاعلوا معه عبر الانترنت وعبر الكوميونيكيشن، وكل عميل فيهم راح يكون عنده تيرمينال او راح يكون عنده بي سي عادي، ما في داعي ينزل السوفت وير عنده، ما في داعي يقوم بعمل داونلود للابلكيشن عنده، لا هو بيشتغل على السوفت وير، والسوفت وير بيكون موجود على الكلاود، زي كانه موجود على الكلاود، بيكون موجود على السيرفر، والبي سيز ما في داعي انهم ينزلوا السوفت وير عنده، ما في داعي انك تعمل سيت اب او انستول له، فكانك انت الان عم تستخدم ما يسمى بالكلاود يعني كومبيوتينج. فهذا مثال على السوفت وير اس سيرفيس اللي هي الاس اي اي اس فيندر. طيب الان يعني تراديشنال سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي بسموها دوره تطوير البرمجيات، دوره تطوير البرمجيات. الان زي ما انت وزي ما نحن يعني
أو مثلاً خلينا نحكي عن بدك تطور مثلاً أو بدك تطلع سيارة، بدك تطلع مثلاً أي قطعة هاردوير بيصنعوا لك السيارة، شركة ألمانية أو شركة هولن، شركة مثلاً يابانية أو شركة من كوريا بيصنعوا لك السيارة بيطوروا لك إياها، بعد هيك أنت بتقوم بشرائها للسيارة هاي ويعني تستخدمها، وبعد فترة عمرها ببلش يكبر، عمرها ببلش يزيد، فالمشاكل تبعتها بتزيد، فروحاتك على المدينة الصناعية بتزيد وبتصلح السيارة لفترة زمنية معينة، بعد هيك زي ما بحكوا يعني السيارة بتتعبك نفسياً كثير من غلبتها من مشاكلها، لما تصير عمرها صارها عندك 10 أو 15 أو 20 سنة، بعد هيك أنت بتلغي السيارة هاي أو بتبيعها أو بتشطبها زي ما بحكوا وبتنزل محلها سيارة تانية أو بتجيب محلها سيارة تانية. نفس الفكرة الآن لما نحكي نحن على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، لما الشركات تقوم بتطوير البرمجيات راح تمر بعدة خطوات، إن بتبلش بتصمم بالبرنامج، بتبلش بتطوير البرنامج من الصفر إلى أن يصبح البرنامج شغال والسوفت وير شغال وأموره تمام. بعد ما يشتغل السوفت وير أو الأبليكيشن سوري الآن أحياناً بحاجة يعملوا إلو أبديت، بحاجة يعملوا إلو أبغريد، يضيفوا فيتشرز معينة، والسوفتوير أو الأبليكيشن كل ما يزداد عمره، كل ما يصير كل ما صار له عندك فترة طويلة ببلش كفاءته تقل، بتبلش تظهر عليه مشاكل، بتصير عملية الصيانة لإله المينتنس بتصير أصعب، كلفتها أعلى، إلى أن تصل لمرحلة معينة إنه السوفتوير عندك صار قديم جداً وخلص صار very 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 old. انت الان قد ما تعمل له maintenance وصيانة وupgrading خلص صار السوفتوير عندك مستوي، فانت الان بتقرر انك تشطبه وتنزل محله سوفتوير تاني، تنزل محله سوفتوير تاني. فهدول فهيك هي هي ما يسمى sorry بالسيستم development life cycle اللي هي ال SDLC او اللي هي دورة تطوير البرمجيات، دورة تطوير وتصميم البرمجيات. Is the traditional system development method that organizations use for large scale IT application. إنه لما الشركات تقوم بتطوير برامج، برامج كبيرة IT أو large scale IT يعني project، بتمر بعدة مراحل. راح تمر بعدة مراحل. لاحظ معي. Traditional system development method that organization use for large scale IT project. الآن software development life cycle دورة تطوير البرمجيات بتمر بعدة مراحل، بتمر بعدة مراحل هي software development life cycle. إن الشركة إذا بدها تقوم بتطوير برنامج أو بدها تعمل على تصميم برنامج راح تمر بعدة مراحل، راح تمر بعدة مراحل عشان نصمم أو نطور برنامج أو software أو application. أول مرحلة اللي هي system investigation، ثاني مرحلة System Analysis، الثالثة System Design، الرابعة Programming and Testing، الخامسة System Deployment، والسادس Operation and Maintenance. هدول هم الآن ست مراحل بتمر فيهم الشركة اللي بتطور برمجياتها. يعني مثلاً زي شركة مايكروسوفت لما طوروا أو عملوا نظام الويندوز مرقوا بالمراحل الستة لما طوروا برنامج الويندوز، لما عملوه، لما أنشأوه. نفس الإشي لما عملوا وأنشأوا برنامج الأوفيس، أو نحكي الآن عن أي شركة أخرى عملت لك برامج في الموضوع المحاسبة، في موضوع المالية، في موضوع إدارة الموارد البشرية، مرقوا بالست مراحل بالinvestigation, analysis, with design, programming and testing, system deployment, with operation and maintenance. فهذول هم خطوات الـ SDLC باختصار، هم مراحل تطوير البرمجيات. طيب الآن رح نبلش أول إشي بالبزنس نيد، بحاجات المؤسسة. هم ليش بدهم يطوروا السوفتوير؟ ليش بدهم يعملوا هذا السوفتوير؟ في حاجة، في problems، في مشاكل. نتيجة لوجود هاي المشاكل أو نتيجة لهاي النيدز، لهاي الحاجات، الشركة بتقوم بتطوير برنامج أو بتقوم بتصميم برنامج. فنتيجة للبزنس نيدز هم الآن بيعملوا سيستم انفستيكيشن، بيعملوا انفستيكيشن بحيث شوفوا الآن هل مناسب أن نطور البرنامج ولا لا،
هل مناسب اني انا اعمل البرنامج ولا لا. طبعا رح نحكي عنها بالتفصيل لبعدين. فالان كديليفربل جو نو جو ديسيجن، هون الان بيقرروا اما انهم يمشوا بتطوير البرنامج او الابلكيشن ويكملوا، او بيقرروا انه يا عمي شركتنا نحن مثلا شركه ماديا تعبانه ونحن بحاجه لسوفت وير، لكن نحن ما عندنا القدره الماديه انه نطور هذا السوفت وير، ما عندنا القدره الماديه ولا عندنا القدره الماديه انه نقوم بشرائه، والشركه مديونه. فلو نحن الان بحاجه لسوفت وير لكن ما عندنا الوسائل، ما عندنا قدره ماديه، فبالحاله هاي اما بيقرروا انهم يستمروا اذا قدروا يدبروا يعني مول او حدا يعطيهم قرض الى اخره، واذا ما دبروا بالحاله هي بيقرروا انهم ما يكملوا عمليه تطوير البرمجيات، انه خلص السيستم ما شغال عندنا، لو بطيء لو في مشاكل لكن القدره الماديه عندنا كثير ضعيفه. الان اذا كملوا من السيستم انفستيكيشن وانتقلوا الخطوه اللي بعديها راح ينتقلوا للسيستم اناليسز. هون الان راح تكون الاشي اللي ناتج عنها يوزر ريكويرمنت، ريكويرمنت اللي هي متطلبات السيستم، ريكويرمنت اللي هي متطلبات السيستم، انه ايش اليوزر بده من السيستم. فهون بنشي بنسميها يوزر ريكويرمنت. بعد هيك الان بينتقل الخطوه التاليه هي سيستم يا ديزاين. هون الان ديليفرابل اللي هي تكنيكال سبيسيفيكيشن. الان بالديزاين هون ببلشوا بتصميم البرنامج وبتصميم السيستم، وبتكون امور الانبوت الاوتبوت يعني هذا البروسيس، الداتا فلو يا دياجرام، الاي ار دياجرام بالنسبه للداتابيز، كلها بتكون تم انشائها وتم عملها وصارت واضحه، وصار واضح شو هو عمل النظام وشو خطوات تنفيذ، كيف خطوات حل المسائل جوا السيستم. الان بعد ما نكمل بالديزاين راح ينتقلوا للبروجرامينج وللتستينج، لان هنا راح يقوموا بعمليه كتابه الكود اللي هي بروجرامينج. هون الان راح يكتبوا الكود للبرنامج او للسوفتوير، لانه بما انه راح نطور سوفتوير او راح نطور ابلكيشن، فاذا لابد يكون في عندنا بروجرام، لابد تصير عندنا عمليه البروجرامينج، انه يعني في بروجرامر بكتبوا الكود عشان هذا السوفتوير، وهي راح تكون مبنيه على الديزاين، راح تكون مبنيه على الديزاين. فبعد ما يكتب الكود وبعد ما يصير الكود جاهز بيعملوا تيست لإله، بيعملوا تست لإله، بيختبروا هذا الكود على أكثر من داتا، بيختبروه لأكثر من مرة بحيث يتأكدوا إنه الكود وإنه البرنامج شغال على أغلب حالات البيانات، على أغلب حالات البيانات. بعد هيك الآن بنتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي سيستم يا ديبلويمنت. ديبلويمنت إنه معناها بنزل النظام، النظام بيقوموا بتنزيله على هاردوير على نتورك، وبيشتغل النظام مع بعض، بيشتغل النظام وبتفاعل مع الهاردوير، بتفاعل مع النتورك، بتفاعل مع اليوزرز الى اخره. فهذا هو السيستم يعني ديبلويمنت، وفي عندنا اكثر من طريقه لإله راح نحكي عنها. واخيرا الاوبريشن اند مينتيننس، اخر شيء بيشغلوا النظام، بيشغلوا السوفت وير، وبعد ما بيشغلوا راح يعملوا مينتيننس لإله، بيعملوا صيانه لإله، لانه ممكن بعد فتره تظهر اخطاء، تظهر مشاكل، فبيعملوا مينتيننس. ممكن بعد فتره يحتاجوا انهم يضيفوا فيتشر، يضيفوا يا فانكشناليتي، يضيفوا اوبريشن، فراح يبقوا يعملوا مينتيننس له، يعملوا مينتيننس له الى ما شاء الله، حتى يصير النظام قديم جدا والمينتيننس كلفه الصيانه له بتصير عاليه جدا. وقتها بيشطبوا النظام وبيعملوا نظام من اول وجديد. فهذول هم خطوات الـ SDLC اللي هم Investigation, Analysis, Design, Programming and Testing, System Deployment, Operation and Maintenance. طبعاً رح نحكي عنهم بالتفصيل هلأ. طيب أول شيء الآن رح نحكي عن System Investigation. عن System Investigation begins when the business problem or opportunity followed by the Visibility Analysis. Visibility study go no go decision. الآن system investigation أول إشي الآن هم بيشوفوا البروبلم اللي عندهم، بيشوفوا المشكلة أو المسألة اللي عندهم. هم ليش بدهم يطوروا النظام؟ نتيجة لوجود حاجة، وجود مشاكل،
مثلا في عندهم اشياء معينه، عندهم مشاكل بالشركه، عندهم مشاكل في مجال معين، فهم الان بدهم يطوروا السوفت وير او بدهم يعملوا سوفت وير او يعملوا ابلكيشن عشان يحلوا هاي المسائل، عشان يحلوا هاي الاشكاليات. الان فهون بيعملوا هم يعني فيزيبيليتي يعني في ستدي، بيعملوا دراسه جدوى، بدرسوا الجدوى انه هل مجدي اقتصاديا ومجدي من عده نواحي انهم يطوروا السوفت وير او انهم يعملوا سوفت وير جديد ولا لا. فبيعملوا دراسه جدوى، لانه نحن بنحكي عن مؤسسات وعن شركات، وهذول جزء كبير منهم هدفهم ربحي. زي مثلا اي مؤسسه لما تقوم بدراسه اي مشروع، بدها تدخل باي مشروع، بيعملوا دراسه جدوى انه هذا المشروع هل هو مجدي اقتصاديا ولا لا. مثلا يعني شركه بدها تجيب هاردوير معين، بدها تجيب سوفتوير معين، بيعملوا دراسه جدوى هل هذا الشيء مجدي اقتصاديا ولا لا. نفس الشيء الان شركه بدها تعمل استثمار في مجال معين، بدها تنقب عن نفط او تنقب عن صخر زيتي، او بدها تعمل مشروع مثلا انتاج يعني للكهرباء، بيعملوا دراسه جدوى هل هذا المشروع مجدي اقتصاديا ولا لا، هل هو مجدي من ناحيه اقتصاديه، من ناحيه بشريه، من عده نواحي ولا لا. لانه اذا ما كان مجدي انا ما في داعي اني ادخل فيه، ما في داعي اني ادخل فيه. الا نتيجه للفيزيبيليتي ستدي بيقرروا اما جونو او جو ديسيجن، اما بيقرروا انهم يستمروا بالمشروع ويمشوا فيه اللي هي جو ديسيجن انه استمر عفوا. اذا اما انهم بيمشوا بالمشروع او جونو او جونو انه المشروع مش مجدي، او نحن من ناحيه ماديه مش قادرين انه نامن نفقات المشروع، فبيحكوا جو نو انه ما بدنا نمشي بالمشروع. فاذا كان جو نو خلص بيوقفوا عند هاي المرحله وبس، بيوقفوا عند هاي المرحله ما بنتقلوا للاناليسز وللديزاين الى اخره. طيب الان بالنسبه للفيزيبيليتي رح نحكي عنها بالتفصيل هلا. اوكي، ذا فيزيبيليتي ستدي اللي هي كدراسه الجدوى، دراسه الـ يعني الجدوى از ذا مين تاسك اوف ذا سيستم انفستيجيشن فيز. لاحظوا معي هي اهم مرحله واهم خطوه بالانفستيجيشن، اهم مرحله واهم خطوه بالانفستيجيشن اللي هي الفيزيبيليتي ستدي اللي هي كدراسه الجدوى. ذا فيزيبيليتي ستدي هيلبس ان organization to choose between three options. إلا أن الفيزيبيليتي ستدي بتساعد الشركة على أنها تقرر خيار من ضمن ثلاث خيارات، على أنها تقرر خيار أو choice من ضمن three options. أول إشي الآن إما do nothing and continue to use the existing system unchanged. إلا أن الفيزيبيليتي ستدي ممكن يعملوا دراسة الجدوى للمشروع من ناحية بشرية، من ناحية مادية، من ناحية اقتصادية إلى آخره، وبعد هيك يقرروا أنه do nothing، أنه ما تعمل إشي واستمر بالبرنامج بالسيستم الموجود حالياً بدون أي تغيير، بدون أي تغيير. طبعاً هذا الـ هذا الـ هذا الخيار ممكن يصير أنه إذا بعض الـ employee بالشركة حكوا لمديرها خلينا نطور نظام جديد، عندنا بعض المشاكل في الأشياء الآتية 1 2 3 4. فالآن مدير الشركة بيعمل لجنة وبيعملوا دراسة جدوى، بيشوفوا الآن إيش هي البروبلمز اللي حكوا عنها، وشو وضع السوفتوير موجود عندهم، شو وضع الأبليكيشن اللي موجود عندهم، هل يا ترى ممكن يلبي المتطلبات، هل ممكن يلبي ويعمل حل لهي المشاكل ولا لا. فممكن الآن هي اللجنة بعد ما تجتمع وبعد ما تدرس وبعد ما تحلل مجموعة كبيرة من البيانات يحكوا السوفتوير عندنا ممتاز، أموره تمام، ما في مشاكل، فبالتالي نحن ما في داعي إنه نغير عليه إشي، وما في داعي إنه أنا أبني سوفتوير جديد. فبالتالي بقرروا الخيار رقم واحد اللي هو do nothing، ما تعمل إشي، and continue to use the existing software unchanged، إنه نستمر باستخدام السيستم الحالي بدون أي تغيير. الآن ممكن الفيزيبيليتي يعني ستدي تعطينا أو تعمل اقتراح للخيار الثاني، ممكن أن تقترح الخيار الثاني اللي هي modify or enhance the existing system، modify or enhance the existing system، إنها تقترح تطوير وتحسين النظام الحالي.
تطوير وتحسين نظام او السوفت وير يعني هذا الحالي. يعني انه مثل ما حكيت الشركه لقيت انه في عندها مجموعه بروبلم، عندهم مجموعه مشاكل، الكمبيوتر وضعهم عم بتحسن، الكثير من الزبائن عم يروحوا للمنافسين، بعض الاوبريشنز بهي الشركه عم تصير بطيئه، في بعض العملاء عم بطلب خدمات معينه وهي مش موجوده عندنا. فبالتالي مدير الشركه عمل لجنه وحكى لهم اعملوا لي فيزيبيليتي ستدي، اعملوا لي يا دراسه جدوى. فالان هاي اللجنه بعد ما تجتمع، بعد ما تشوف السوفت وير والهارد وير والسيستمز اللي عندهم، ويشوفوا الان العملاء شو عم بطلبوا، الكاستمرز شو عم بطلبوا، بيحكوا اوكي تمام، نحن النظام عندنا جيد الى حد ما، السوفت وير عندنا جيد مقبول، لكن بحاجه لتطويرات، بحاجه لتطويرات ولا تحديثات، انه نطور عليه، انه نزيد بعض الفيتشرز، انه نزيد بعض الفانكشناليتي الى اخره. فهون الان هم بيعملوا اقتراح ل modify or enhance the existing system، انه بدنا نطور، بدنا نحدث بالنظام الموجود، بدنا نطور ونحدث بالنظام الموجود. اوكي كمان الان ممكن انه بعد ما يتم عمليه دراسه الجدوى انه يقترحوا الخيار الثالث اللي هو develop a new system، تقترح الفيزيبيليتي ستدي انه عمليه development للنيو سيستم، انه نطور نظام جديد، إنه نقوم بتطوير نظام جديد، خصوصاً لما يكون عندك نظام القديم عمره كثير كبير، وعملية الصيانة له عملية مكلفة، وعملية التعديل عليه عملية مكلفة وعملية صعبة، وصار نظام كثير 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 قديم. فبالحالة هاي بيحكوا يا جماعة خلينا نشطب النظام القديم، نشطب الأول سيستم كله، ألغيه وأزدته مثل بيحكوا، وأبني محله نظام جديد، وأبني محله أعمل له develop the new system. الآن طبعاً هذا الإشي يعني الخيار الثاني أو الثالث، مثلاً إذا حكينا على مثال السيارة، أنت بتكون عندك سيارة إلها عندك 5 أو 6 أعوام، بيجيوا لك مثلاً إن شاء الله بكرة تتزوجوا، بيجي لكم أولاد، بصير الواحد فيكم عنده زوجة، فالأولاد بطلبوا أشياء معينة بالسيارة، الزوجة بتطلب أشياء معينة بالسيارة. فأنت الآن بدك تدرس الجدوى، هل يا ترى في داعي اني انا اجيب سياره جديده اللي هي develop a new system، ولا انا ممكن اني اطور واحسن على السياره اللي عندي فاعملها modify or enhance، ولا السياره اللي عندي صارت خلاص السياره اللي عندي ممتازه امورها تمام وما في داعي لا اطور عليها ولا احسن فيها ولا اني اجيب وحده بدالها. فبالتالي بتختار الخيار رقم 1. الآن غالباً في ناس بحكي لك أوكي أنا بختار خيار رقم 2 لأنه كلفته قليلة، الكلفة تبعته قليلة. إذا كان عندك أنت سيارة عمرها 4-5 أعوام وجيدة، عم بطلب منك أهلك أو أولادك إنك إنه ينضاف عليها فيتشرز إضافية، ينضاف عليها يعني أشياء تانية، فأنت الآن تحكي أوكي أنا ممكن أطور وأحسن فيها، أنا ممكن أطور وأحسن فيها بكلف قليلة. لكن إذا صارت عندك أنت سيارة قديمة عمر 20 سنة، والسيارة هاي كلفة الصيانة لإلها كلفة عالية جداً، أنت بالحالة هاي بتصل لمرحلة تحكي أنا السيارة هاي ما بدي إياها، بدي أشطبها، بدي أبيعها، بدي أجيب واحدة بدالها، فبدي أختار develop a new system، يختار develop a new system. فبالتالي هذول هم 3 خيارات ممكن إنه يتقترحنا يا تقترحهم علينا الفيزيبيليتي يا استدي. طيب شباب، حد عنده أي سؤال هنا؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب خليني أنا أسأل. لا خليني أنا أسأل الآن شباب، إيش هي الأقل كلفة بين هدول وإيش هي الأعلى كلفة؟ ايش هي الاقل كلفه ايش الاعلى كلفه؟ غير يعني هذا الغزالي، غير محمد الغزالي. محمد انا حاب انك تشارك معي بس بدي اشوف ناس ثانيين، ايش هي الاقل كلفه ايش الاعلى كلفه؟ تفضلي يا مرح. اظن الاقل كلفه حتكون انه do nothing هي الاقل كلفه. تمام، نعم احسنتي. والاعلى حتكون develop. اوكي الاعلى كلفه هي develop a new system. new system. تمام
احسنتي. اذا اقل كلفه هو اول خيار دون nothing، هذا اقل كلفه، هذا ما راح يكلفك شيء، خلص بتخلي السيستم اللي عندك وشغال امره تمام. والاعلى كلفه اللي هو develop a new system، هذا اعلى كلفه لانه هذا معناها بدك تشطب النظام القديم وتنزل محله نظام جديد وتبلش بانشاء النظام الجديد من الصفر، فراح ياخذ منك وقت وراح ياخذ منك شغل، راح ياخذ منك وقت وكلفه. الخيار رقم 2 جيد، جيد اذا كان السيستم عندك عم يؤدي اغلب اعماله وشغال بشكل يعني مقبول، لكن في بعض النقصات، في بعض المشاكل، فانا بختار الخيار رقم 2 اللي هو modify or enhance the existing system، انه نطور ونحدث النظام الموجود. طيب الان خلينا نكملها الفيزيبيليتي ستدي. الان في عندنا 4 فيزيبيليتي ستدي، عندنا technical visibility، عندنا economic visibility، organizational visibility، behavioral visibility. فهذول هم اربع انواع من الـ من الفيزيبيليتي: التكنيكال، الايكونوميك، اورجانيزيشنال، بيهيفيرال. الان كتكنيكال فيزيبيليتي، assessment of whether hardware, software and communication component can be developed and or occurred to solve a business problem. الفيزيبيليتي ستدي الان، عفوا بالتكنيكال يعني فيزيبيليتي، بدنا نشوف الان الجدوى التقنيه، الجدوى التقنيه، الجدوى التقنيه، بدنا نشوف الهاردوير، بدنا نشوف السوفتوير، بدنا نشوف الكومبوننتس، هل يا ترى ممكن يصير عمل انتجريشن لها واطور واحسن عليه او ابني واحد ثاني محله؟ هل يا ترى مجدي من ناحيه اقتصاد، من ناحيه يعني تقنيه او لا؟ لانه السوفتوير والهاردوير والكوميونيكيشن في بيناتهم انتجريشن، في بيناتهم تكامل، في بيناتهم يعني تفاعل. ما راح الهاردوير يشتغل لحال والسوفتوير لحال والكوميونيكيشن لحال، لا، في بيناتهم تفاعل، في بيناتهم انتجريشن. فمثلا اذا الشركه عندها هاردوير وسوفتوير وكوميونيكيشن وهي بدها تعمل عمليه ابديت او بدها تعمل عمليه ابجريد، وتعمل ابجريد وتضيف فانكشناليتي ثانيه، قد تضيف فانكشناليتي وتعملها ليز ك يعني استئجار، او بتعملها باي تقوم بشراء. اذا بدك تعمل الان شراء سوفت وير جديد، بدك تشوف الان هل هذا السوفت وير الجديد اللي حتجيبه هل يا ترى بيشتغل صح مع الهاردوير والسوفت وير اللي عندي انا ولا لا؟ فهم الان بيشوفوا من ناحيه تقنيه هل هذا الشيء مجدي ولا لا، عمليه الانتجريشن بين الهاردوير والسوفت وير، بين الكوميونيكيشن مع النيو فانكشناليتي او مع النيو سيستم او مع النيو سوفت وير اللي هم راح يعني يجيبوه. هذا هو من ناحيه التكنيكال فيزيبيليتي. الان من ناحيه الايكونوميك فيزيبيليتي اللي هي الجدوى الاقتصاديه، الجدوى الاقتصاديه، assessment of whether a project is an acceptable financial risk and if the organization can afford the expense and time needed to complete it. لان الايكونوميك فيزيبيليتي هم يشوفوا الان هل هذا السيستم الجديد او هل التطويرات الجديده هل هي مجديه من ناحيه اقتصاديه او لا، هل هي مجدية من ناحية اقتصادية أو لا؟ لأنه هم إذا بدهم يطوروا نظام جديد راح يتكلفوا مبالغ كبيرة وراح يأخذ منهم وقت، راح يأخذ منهم وقت. هل هذا الإشي مجدي اقتصاديا أو لا؟ هل هذا الشيء راح يعود عليهم بمنافع، بفوائد، بزيادة أرباح ولا لا؟ لأنه الشركة الآن شو الفائدة منها إن هي تطور النظام اللي عندها؟ شو الفائدة إن تقوم بتحديث السيستم اللي عندها؟ وهذا الإشي ما ينعكس عليها من ناحية اقتصادية، ما بينعكس عليها من ناحية الـ يعني هذا البروفيت أو من ناحية الانكم إلى آخره. فهم الآن بدرسوا هذا الموضوع من ناحية اقتصادية، وبدرسوا كمان إمكانياتهم، بدرسوا كمان إمكانياتهم إنه هل الشركة عند القدرة المادية على إنها تعمل تمويل لهذا الشيء أو لا، هل عند القدرة المادية على ذلك أو لا؟ يعني ممكن الشركة الآن بحاجة لسوفتوير، وهذا السوفتوير قد يكلفهم مليون دولار مثلاً، لا، وهم بحاجة لإله، لكن الشركة ما عندها ميزانية، ممكن عندهم يعني ميزانية 100 أو 200 ألف، طب منين رح يجيبوا باقي المصاري؟ فهون بيكون عندهم مشكلة، هون بيكون عندهم مشكلة إذا ما قدروا يدبروا قرض أو يدبروا مساعدة مثلاً من دولة أو من شركة ثانية، فبالحالة هاي ما راح يستمروا بالمشروع. يعني أي واحد مثلاً ممكن هو الآن يكون مثلاً بحاجة، يعني البعض ممكن يكون مثلاً بحاجة لهاردوير معين،
ممكن يكون بحاجة لأشياء معينة لدراسته أو لعمله، لكن يعني ما عنده القدرة المادية على أنه يشتري هذا الشيء، فبالتالي هنا هو بده يعمل دراسة جدوى، هل هذا الشيء مجدي عليه ولا لا، هل هو عنده القدرة المادية على أنه يشتري هذا الهاردوير أو السوفتوير أو لا. فبالتالي assessment of whether a project is an acceptable financial risk and if the organization can afford the expense and time needed to complete it. Okay. الآن كمان عندنا visibility هي organizational visibility، هي الجدوى من ناحية الـ organization. Organization's ability to access the proposed project. إنه هل الشركة عند القدرة على إنها تعمل access على هذا المشروع أو لا؟ هل هي عند القدرة أنها تعمل access على هذا المشروع أو على هذا software ولا لا؟ آخر إشي behavioral visibility assessment of the human issues involved in a proposed project including resistance to change and skills and training needs. ال behavioral visibility الآن هنا بشوفوا وضع البيئة، وضع المجتمع، هل يا ترى ممكن يتفاعل مع المشروع بطريقة جيدة ولا لا؟ عندنا إشي بنسميها resistance to change، مقاومة التغيير، resistance to change، بالإضافة للتريننج. كيف؟ الآن أي مؤسسة عندهم نظام شغال وتلاقي عندهم موظفين اللي عمره 50 و60 و70 سنة، أحياناً الموظف إذا صار له خدمة طويلة بالشركة البعض منهم متعود على نظام معين، متعود على سوفتوير معين، متعود على آلية معينة بالعمل، فإذا مدير الشركة الآن قرر إنه يغير السوفتوير عندهم بالمؤسسة، في موظفين عندهم resistance to change، عندهم مقاومة للتغيير، بحكي لك أنا متعود على شغلي، أنا متعود على هذا السيستم القديم اللي عمره 20-30 سنة، ليش تغير لي لسيستم جديد وتغلبني؟ في ناس هيك بيحكوا، وهذا الإشي موجود في موظفين، يعني نسبة منهم عنده مقاومة للتغيير، عنده مقاومة للتغيير، والبعض منهم بيعترض على مديره، والبعض منهم ممكن يعمل مشاكل في المؤسسة. فالآن الشركة حتى هم الآن بعد ما يدرسوا التكنيكال فيزيبيليتي والإيكونوميك فيزيبيليتي والأورجانيزيشنال فيزيبيليتي، كمان بدرسوا البيهيفيريال فيزيبيليتي، إنه شو وضع الإمبلويز اللي عندهم، شو وضع الكستمر، شو وضع الموظفين الشركة كأتش آر، عندهم القابلية على إنهم يتعلموا هذا النظام، ممكن يتقبلوا هذا النظام الجديد أو هذا السوفتوير الجديد أو هاي التطبيقات الجديدة أو لا. وشغلة تانية الآن موضوع السكيلز وموضوع الترينينج، إنه نحن إذا بنطور على النظام اللي عندنا راح نضيف فانكشناليتي، هاي الفانكشناليتي بحاجة لترينينج، لأنه الامبلويز اللي عندي متعودين على النظام القديم، متعودين عليه، لما أعدل على النظام، لما أعدل على السوفتوير أو أنزل محله سوفتوير جديد، أنا بحاجة هون لترينينج، بحاجة لتدريب، إنه أدرب الامبلويز عندي على السوفتوير الجديد أو على النيو فانكشناليتي أو على فيتشرز الجديده. فبالتالي نحن هون او الشركه مطلوب تدرس هذا الشيء اللي هم ريزيستنس تو تشينج والسكيلز بالاضافه للتريننج نيدز. وهذا الشيء طبعا بتلاحظوه انتم في اشياء كثيره، يعني بشكل عام بعض الناس عندهم مقاومه لاي تغيير، لما صار موضوع الكورونا وصار التعليم عندنا عن بعد صار كلام كثير عنه. الان بغض النظر هل التعليم عن بعد طبعا هو له ادفانتج وله disadvantage، يعني هو له مزايا أكيد وله سلبيات، هذا الشيء أكيد، لكن البعض الآن عنده مقاومة للتغيير، عنده مقاومة شديدة، والبعض بصير بفكر بنظريات بعيدة وأشياء بتحسها غريبة عجيبة، وأنتوا أكيد كلكم الآن يعني لكم حسابات على الفيسبوك وبتقرأوا البعض شو بيعلق. هذا الإشي بدلك على يعني طريقة التفكير تختلف بين كل واحد لآخر، لكن بشكل عام في عندنا resistance to change، بشكل عام عندنا مقاومة للتغيير، سواء أنت كموظف أو كن أنت كفرد بالمجتمع متعود على نمط معين من 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 حياتك، فجأة النمط ينقلب إلى نمط آخر بتحس عندك مقاومة شديدة وقد ترفض هذا الشيء. فبالتالي هذول هم visibilities اللي عندنا. وأخيرا أنا خليني أنهي هلا عشان أسمح للطلاب إنهم يعملوا يعني presentation. اوكي.
تمام. طبعا بعد نهايه هاي راح يكون عندنا خيارين، اما خيار انه جو او خيار نو، اما بنستمر بانشاء او تطوير البرمجيات او بنحكي لا خلاص بدناش نطور ولا بدي احدث على السيستم، السيستم اللي عندي اموره تمام. طيب يا شباب حد عنده اي سؤال؟ لا